بعد انتهاء بطولة كأس العرب اللي أخذها منتخب الجزائر عن جدارة، في كلام كبير على أنه ممكن يتم توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب المتحور أوميكرون. لهيك رح تتجه أنظار الجماهير السورية بمناطق أسد لمشاهدة الدوري السوري الممتاز المشهور بملاعبه. وصلنا لنهاية سنة 2021 اللي وعد فيها فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي لحكومة أسد أنه رح تكون كل الملاعب ممتازة قبل نهاية هاي السنة. هيك حكى بأحد مقابلاته. وبقية الملاعب حتكون زراعة، يعني لنهاية 2021 حتكون ملاعبنا كلها مثل ملعب الحمدانية اللي شفناه بحلته الجديدة والحلوة. على ما يبدو فراس معلم ما تابع مباراة الفتوة وجبلة قبل بيومين، مع أنه المباراة كان لازم تكون من أولويات فراس معلم السباح، لأنه اللعبة كانت خالطة بين كرة القدم والسباحة. صح الاتحاد الرياضي بحكومة أسد ما قدر يجهز ملاعب، بس هو لقى حل لمشكلة الأمطار، وعلى ما يبدو عم بتجيب فعاليتها. رح نعرض لكم الحل ونشوفه سوا. هي مانا مشكلة جديدة بالملاعب السورية، هي مشكلة سنوية وكتير تعليقات اجت على لعبة الفتوة وجبلة، رح نقرأ لكم شوي منها. مثل رام اللي كتب وقال حلنا بقى ننظم بطولة بتليق بمراعينا التدعكل بالوحل. بينما الياس كتب باللهجة الحلبية ما بكون سنارات صيد لك روحي. أما أسامة على ما يبدو لسه مأهور من الخروج من بطولة كأس العرب، فكتب يا عمي أنتوا على شو عم تعزبوا حالكم وطلتشوا هدول؟ شو بهمهم دوري ولا غيره؟ إذا منتخب بلدنا الرسمي ما بيهتموا فيه. أما مازن فعم بيقول شكله يعني بزن زمان وأخذ الموضوع بإيجابية، عم بيقول هذا الملعب خرج زراعة حنطة أو بأسوأ الأحوال بصل وتوم.